وينضم إلينا سيد صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني من غزة. سيد صلاح، أهلا ومرحبا بك على شاشات الغد. نلاحظ ونشاهد هذا الدمار الهائل الذي لحق بقطاع غزة بعد هذا العدوان والذي استمر ل11 يوما. هل يمكن أن تتحمل إسرائيل مسؤولية هذا الوضع في القطاع، وكيف يمكن محاسبة إسرائيل من جهة أخرى على هذه الانتهاكات الجسيمة بحق الفلسطينيين باستهداف المدنيين والأطفال في هذا العدوان؟ بعد خالص التحية لك ولجمهور المشاهدين. كما ذكرت، هناك مسؤولية جنائية ومسؤولية مدنية تقع على عاتق سلطات الاحتلال الحرب الإسرائيلي، في اولا في جبر الضرر وتحمل مسؤوليه كل الضرر الذي لحق بالمدنيين. فلا يعقل ان يستمر المجتمع الدولي في مجامله دوله الاحتلال بان تقصف وان تحدث دمارا هائلا، ثم الاخرين يعيدوا اعمار ما دمره الاحتلال. من المهم مساعده الفلسطينيين، ومن المهم اعاده اعمار قطاع غزه، ولكن من الاهميه بمكان ايضا ان تتحمل اسرائيل مسؤوليه جرائميه بحق الفلسطينيين، وهذا ما ينبغي العمل عليه من خلال جمله من الخطوات، على راسها لجان تقصي حقائق دوليه، وهذا ما ننشده خلال جلسه مجلس حقوق الانسان من اجل ضمان قدوم لجنه تقصي حقائق. نحن ندرك ان اسرائيل لن تتعامل معها، ولكن مجرد تشكيلها وتعاون المدنيين الفلسطينيين والمؤسسات المختلفه مع هذه اللجنه سيحدث ايضا فارق في تحديد ايضا قيمه الضرر الذي لحق بالمدنيين. اما حول المسؤوليه توثيق هذه الجرائم بالصور والمقاطع، كيف يمكن ان يفيد في محاسبه اسرائيل وبالتحديد في مساله استهداف الاطفال والمدنيين سيد صلاح؟ نعم، استكمالا لإجابة السؤال الأول والثاني وربطهما معا، نعم هناك توثيق مهم من المؤسسات الحقوقية قامت به، إضافة إلى ما وثقته وسائل الإعلام التي حاولت إسرائيل من خلال قصف مقراتها إثنائها عن تغطية هذه الجرائم وتوثيقها. فأشرطة الفيديو والتوثيق الذي تم من قبل الصحفيين أيضا أساس يبنى عليه في عمل لجان تقصي الحقائق الدولية وفي عمل محكمة الجنايات الدولية. هناك جرائم حدثت ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية عندما يتم إبادة 19 عائلة بالكامل من السجل المدني عبر قصف بربري وهمجي متواصل ومتزايد ومتزامن وغير مسبوق، أحدث دمار كبير في البنية التحتية وأدى إلى دمار حتى في المساكن على رؤوس أصحابها، كما حدث في مجزرة الوحدة في حق عائلات أبو العوف وعائلات أشكنتنا وعائلات الفولك وغيرها من العائلات الفلسطينية، وكما حدث مع عائلة المصري وعائلة أمن وغيرها الكثير. إضافة إلى ذلك أن هناك تعمد في استهداف المدنيين نجم عنه لغاية الآن استشهاد 243 شهيد فلسطيني، 60% من تركيبتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، واثنين من الأطقم الطبية، ثلاثة صحفيين، وأيضا سبعة من الأشخاص ذوي الإعاقة. فبالتالي نحن نتحدث عن جرائم حرب مسبوقة، وإذا أضفنا إلى ذلك حصيلة الجرحى 1970 جريح، أي قرابة 2000 جريح، نصفهم من الأطفال والنساء، هذا يدلل على أن بنك الأهداف كان المدنيين الفلسطينيين. وإذا أضفنا حصيلة الدمار الواسع كما ذكر مراسلكم وكما حددنا ورصدنا، نتحدث عن جرائم حرب في استهداف المدنيين التي جرت والبنية التحتية بأسلحة محرمة دوليا كالقنابل والصواريخ الارتجالية. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، نحن نتحدث الآن عن خسائر ربما تصل إلى عشرات الملايين من الدولار سيد صلاح جراء هذا العدوان. من مسؤول أن يستثمر في هذه الإدانات الدولية، في الموقف المصري، في توثيق هذه الانتهاكات بأن يسلك طريق محاسبة إسرائيل إلى النهاية؟ نعم، الاستثمار يجب أن يكون فلسطينيا أولا، ومن كل أيضا الأصدقاء الشعب الفلسطيني، سواء دول وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرها من المنظمات الحقوقية العربية والدولية التي عليها أن تتعاون مع الفلسطينيين وتقدم لهم الدعم من أجل ضمان مساءلة قادة الاحتلال. للأسف الشديد عمليات الإعمار تتم والدعم يتم، ولكن لا أحد
يعطي المنظمات الحقوقية أو حتى الحقوقيين التمويل الكافي والمطلوب لضمان ملاحقة قادة الاحتلال كما ينبغي باستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية أو من خلال التحرك أمام محكمة الجنايات الدولية وأمام الجهات الدولية. هذا يتطلب تعاون مشترك وتشبيك في هذا المجال. كما أن السلطة الوطنية الفلسطينية وهذه نقطة ضعف القيادة هي تعمل بلا استراتيجية، هي استقالت من مهامها عاجزة، لم تتابع هذه الإجراءات، وعندما ذهبت إلى تدمير الصراع لم تذهب له بشكل فاعل إلا في إطار عودة التفاوض، وحتى قطع العلاقات مع دولة الاحتلال أو سحب الاعتراف لم يتم رغم كل هذا العدوان البربري والهمجي. هناك حديث من رئيس الوزراء بأنهم تحركوا أمام محكمة الجنايات الدولية. محكمة الجنايات الدولية نحن أول بأول خاطبناها يوم بيوم في مذكرات إحاطة وأيضا شكاوى واضحة من أجل حثها على الإدراج كل هذه الجرائم في ضمن التحقيق، وهي قالت بأنها قامت بإدراجها وأن هذه الشكاوى والجرائم ستكون محل تحقيق للمحكمة بغض النظر عن تعاون دولة الاحتلال، فهي أعلنت قبل أشهر بأنها لن تتعاون مع المحكمة. الآن هناك جهد ينبغي أن يصب على إعادة الإعمار وتقديم وتسريع الدعم المقدم للفلسطينيين في كافة المجالات الإغاثية والطبية ومعدات الدفاع المدني، وأيضا ضمان الإسراع في إيواء المشردين قسرا من بيوتهم، لأن هذه جرائم أيضا وينبغي مساءلة الاحتلال عليها. هناك عمل كبير ينبغي أن يقوم به الجميع في توثيق جرائم الاحتلال وفي متابعتها وفي نقلها إلى المجتمع الدولي ووضع على مسؤولياته. نعم، دور المجتمع الدولي سيد صلاح، يعني كنت تتحدث عن الجنائية الدولية، هل يمكن التعويل على موقف الجنائية الدولية، وخاصة أن إسرائيل أكثر من مرة من خلال تصريحاتها بدأ أنها تستخف بعض الشيء من المواقف الدولية الداعمة للجانب الفلسطيني؟ كيف يمكن إرغام إسرائيل على أن تقبل وتستجيب لمطالبات المجتمع الدولي بالتوقف عن مثل هذه الانتهاكات إن كنا نتحدث عن الداخل في قطاع غزة، وإذا كنا نتحدث عن مدن الضفة، وحتى نشاهد قمع قوات الاحتلال لهذه المسيرات والتي خرجت اليوم وخرجت في الأيام الماضية، وليس فقط بقنابل الغاز المسيلة للدموع بل أنها تطلق الرصاص المطاطي على المتظاهرين السلميين. سيد صلاح، اولا يجب استمرار الفلسطينيين وهم مستمرين في كافه التجمعات الفلسطينيه بالنضال، فالنضال حق وواجب على الشعب الواقع تحت الاحتلال وهو مدفوع بموجب كافه الاعراف والمواثيق الدوليه، وهذا الامر سيسمح بارهاق الاحتلال ورفع كلفته